كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. من منا لا يعرف دييغو أرماندو مارادونا، صاحب الإنجازات الكبيرة والمراوغات الجميلة والتحديات العديدة، تجاوز الصعاب ليرتقي فوق الجميع في عالم كرة القدم، ولكن على حساب ماذا؟ دائما هناك جانبان لقصة مارادونا، قصة على أرضية الميدان وأخرى خارجه، وفي بعض الأحيان يتصادم هذان الجانبان معا. هذه قصة مارادونا وكيف أضاف بصمته الخالدة على كرة القدم. ولد دييغو أرماندو مارادونا في أحد الأحياء الفقيرة في الضواحي الجنوبية لبوينس آيرس، وتحديدا في فيلا فيوريتو. كان والداه شغوفين بكرة القدم، حيث كانت هذه الرياضة من الأشياء القليلة التي يمتلكها الفقراء. بمناسبة يوم ميلاده 3، قام عم دييغو بإهدائه كرة قدم، وقال دييغو في مقابلة حديثة: تلك الكرة كانت أجمل هدية في حياتي. كان يلعب في الشوارع وقرب النفايات، وكانت التضاريس صعبة تجعل الكرة تتحرك بشكل يصعب التحكم بها، وذلك علم دييغو كيفية التحكم في الكرة وتطوير مهاراته في سن مبكر. ولكن للنجاة في حي فيلا فيوريتو كان يجب اللجوء إلى واحدة من خيارين: إما الانضمام إلى إحدى العصابات العديدة التي سيطرت على الحي، أو التركيز على كرة القدم. وشجع الوالدان دييغو على التركيز على كرة القدم، لأنهما رأيا موهبته الكبيرة ومنحاه المجال للتطور. في السن 8، لفت دييغو انتباه كشاف المواهب فرانسيس كورنيخو، الذي كان يجهز فريقا تحت 9 سنوات لنادي أرجنتينيوس جونيورز. وبعد التجارب الأولية دهش فرانسيس، وكان مقتنعا أن مارادونا كان أكبر من عمره بكثير بسبب طريقة لعبه. في عام 69 كان دييغو جزءا من فريق لوسيبوليتاس، فريق الناشئين لأرجنتينوس جونيورز. لقد كان نجما بالفطرة وقائدا طبيعيا للفريق، حيث لعب بالرقم 10 وتم منحه حرية التجول والتجربة. في عام 72 تذوق دييغو طعم الشهرة عندما كان يستعرض مهاراته مع الكرة كجزء من برنامج الترفيه بين الشوطين في مباريات الدرجة الأولى، وتمت مقابلته لأول مرة في حياته، حيث سئل عن أحلامه وقال: حلمي الأول هو اللعب في كأس العالم. ابداعات دييغو مع فريق البراعم في عام 74 دفعت مجلة الجرافيكو إلى إرسال مراسل لتغطية دييغو، ولم يسبق أن حدث ذلك للاعب في هذه الفئة العمرية. في 20 أكتوبر عام 76، وقبل 10 أيام من يوم ميلاده 16، شارك دييغو في أول مباراة احترافية رسمية مع أرجنتينيوس جونيورز. كان أصغر لاعب في تاريخ دوري درجة الأولى الأرجنتيني. عرف دييغو منذ صغره كيف يلعب ضد اللاعبين الأكبر سناً، وتعلم تجنب الركلات والالتحامات. كان يراوغ ويقفز ويتقدم بالكرة إلى الأمام دون خوف. لعب دييغو بشكل جيد في دقائق محدودة، وتم استدعاؤه من قبل مدرب المنتخب الوطني سيزار مينوتي، ولعب أول مباراة دولية في سن 16 أمام المجر في فبراير من عام 77. وقال دييغو في مقابلة آنذاك: كل شيء حدث بسرعة كبيرة، يجب أن أتعامل مع ذلك بواقعية، لأنني إذا فكرت في الأمر حقا فقد يدفعني ذلك إلى الجنون. في بداية عام 77 طلب دييغو من صديقه المقرب خورخي سيتر سبيلر أن يمثله كمدير أعماله. كان يعتبر أول عميل للاعب أرجنتيني إطلاقا، وساند دييغو في المفاوضات على أول عقد احترافي له. كان ذلك أول موسم كامل لدييغو مع الفريق الأول، حيث ساند فريقا يفتقر للمواهب على الفوز. كان صغيرا ولكنه تصرف كمخضرم، وسرعان ما منحه الفريق شارة القيادة. بحلول عام 78 كان دييغو يتطلع إلى أن يكون جزءا من تشكيلة المنتخب الوطني عندما تستضيف الأرجنتين بطولة كأس العالم، وذلك سيجعله أصغر لاعب يلعب في كأس العالم إطلاقا. ولكن المدرب الوطني مينوتي كانت لديه أهداف أخرى، ولم يختر دييغو في التشكيلة الأخيرة، وذكر أن دييغو كان صغيرا جدا وكان هناك لاعبون أكثر خبرة في مركزه.
أحبط ذلك القرار دييغو بشدة، ولكن شهرته المبكرة منحته بعض السعادة، حيث تمكن من تحقيق حلمه بمقابلة بيلي في كوبا كابانا. وقال بيلي للنجم الشاب: اقبل التصفيق والمديح، ولكن لا تعش من أجلهما. لقد كانت لحظة رائعة لدييغو الذي قال: لقاء بيلي هو كأس العالم الذي لم أحظى به. في سن 18 كان مارادونا يجذب انتباه كبار أندية أمريكا الجنوبية وحتى بعض الأندية الأوروبية. استمر أداؤه في التحسن في موسم 78، حيث أنهى موسم المتروبوليتانو كأفضل هداف لأول مرة في مسيرته برصيد 21 هدفا. في الصيف وبعد فوز الأرجنتين بكأس العالم، تلقى دييغو عرضا رسميا من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ولكن في ذلك الوقت كانت الأرجنتين تحت نظام ديكتاتوري، وباقتراح مينوتي تم منع بيع مارادونا لأي ناد أجنبي. وكان السبب الرسمي هو عدم عرقلة خطة مينوتي في تحقيق التأهل لبطولة العالم للشباب في اليابان، ولكن كانت هناك أسباب سياسية أخرى ستتضح لاحقا. في عام 79 قدم مارادونا أفضل موسم له حتى الآن، جعله ذلك أهم شخصية في كرة القدم الأرجنتينية. جزء كبير من إبداعاته في هذا العام أتت في كأس العالم للشباب في اليابان، حيث سجل دييغو في 5 من أصل 6 مباريات، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، حيث قاد فريقه إلى النجاح. مارادونا. وقال مارادونا في سيرته الذاتية عن ذلك الفريق: كان ذلك أفضل فريق طوال مسيرتي. في العام نفسه سجل مارادونا أول أهدافه الرسمية مع المنتخب الوطني في هامدن بارك ضد اسكتلندا. وقال الأسطورة الاسكتلندية دينيس لو عن أداء دييغو: مارادونا لديه كل شيء، لا يوجد عيب في لعبه، إنه قوي وشجاع وماهر، إنه شخص يعمل من أجل مصلحة الفريق. الجميع كان يريد قطعة من مارادونا، وخاصة النظام الدكتاتوري في الأرجنتين. مارادونا كان لا يزال ساذجا، ولم تكن لديه آراء سياسية واضحة. طلب منه أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، ولكن بعد فترة وجيزة قرر الجيش إطلاق سراحه، لأنهم اعتبروه أكثر أهمية في الميدان الكروي. البعض يعتقد أن الجيش غسل دماغ دييغو في أثناء هذه الفترة، وكانت تلك السيطرة العسكرية التي ساعدت نادي أرجنتينوس في تحسين عقد مارادونا لإقناعه بالبقاء، وأصبح اللاعب الأعلى أجرا في الأرجنتين. ساند الاتحاد الأرجنتيني في تحقيق ذلك بهدف الحفاظ على مارادونا في البلاد وحماية الكرة الأرجنتينية. في موسم عام 80 سجل دييغو 43 هدفا في 45 مباراة، حيث دفع فريقه المتواضع إلى وصافة الدوري، وهو ما يعتبر أحد أهم إنجازات مارادونا إطلاقا. في عام 81 وبعد 12 عاما مع نادي أرجنتينيوس، قرر مارادونا بسن 20 أن ينتقل إلى نادي بوكا جونيورز. كانت صفقة معقدة، وقدم نادي ريفر بليت عرضا أفضل من أجل مارادونا، ولكن رغبته كانت واضحة. مقابل 4 ملايين دولار انتقل دييغو إلى البوكا على سبيل الإعارة لمدة 16 شهرا، ثم سيدفع البوكا 4 ملايين دولار أخرى بعد انتهاء مدة الإعارة لينتقل بصفة كاملة. خلال هذه الشهور التي قضاها في البوكا تغير عالم مارادونا، وصل إلى أفاق جديدة من الشهرة، وأنشأ هو وشريكه خورخي شركة مارادونا الإنتاجية، التي ركزت على جلب الرعاة والاستفادة من حقوق الصور الخاصة بمارادونا. وضع ذلك معيارا للاعبين الآخرين في السنوات القادمة، حيث توفر لهم مصدر بديل للدخل. مارادونا كان أيضا من أوائل اللاعبين الذين أنشأوا فريقا طبيا خاصا بعيدا عن النادي. الفترة القصيرة التي قضاها مارادونا مع البوكا كانت ناجحة، على الرغم من علاقته المعقدة مع المدرب سيلفيو مارتسولين. سجل الثنائي مارادونا وبرنديزي كلاهما 17 هدفا في الدوري ذلك الموسم، مما ساند الفريق في الفوز بلقب المتروبوليتانو، وهو اللقب الوحيد الذي حققه دييغو في الكرة الأرجنتينية. ولكن مع مرور شهور وبعد اللعب في العديد من المباريات الودية حول العالم من أجل تمويل إعارة دييغو، شعر مارادونا بالإرهاق بسبب الشهرة التي وصل إليها في الأرجنتين، ولم يكن يستطيع أن يعيش حياة طبيعية، وفكر للحظة أن يترك كرة القدم وكل تبعاتها. بحلول عام 82 ارتفع الدولار الأمريكي مقابل البيسو الأرجنتيني، وأثرت السياسات الحكومية على قدرة بوكا المالية وعلى قدرتهم في الاستمرار في دفع ثمن مارادونا. لذلك بعد 40 مباراة و28 هدفا لعب مارادونا مباراته الأخيرة مع البوكا في فبراير من العام نفسه، ثم التحق بالمنتخب الأرجنتيني ليستعد للبطولة الأهم في الصيف.
كأس العالم في إسبانيا. استعداداً لكأس العالم، نظم مدرب المنتخب الوطني سيزار مينوتي العديد من المباريات الودية حتى تتأقلم تشكيلته الجديدة التي جمعت أبطال بطولة عام 78 مع نجوم المستقبل وأبطال بطولة طوكيو للشباب. مارادونا كان يعتبر أحد نجوم بطولة إسبانيا إلى جانب زيكو ورومانيغي. تركوا الأرجنتين بحثاً عن المجد في وقت كانت البلاد تخوض حرباً مع بريطانيا على جزر الفوكلاند. كانت وسائل الإعلام المحلية مدعومة بالحكومة ترسم صورة انتصار للاعبين والشعب الأرجنتيني بأكمله، ولكن على أرض الواقع كانت مجزرة. وعلم اللاعبون بذلك عندما وصلوا إلى إسبانيا وشاهدوا القنوات الإخبارية هناك. تأثر الأرجنتينيون على أرض الملعب في مباراتهم الأولى أمام المنتخب البلجيكي، حيث فشل مارادونا وزملائه في تقديم كرة إيجابية وخسروا أمام الخصم الأوروبي. لم تساند تكتيكات مينوتي دييغو على تقديم أفضل ما لديه، حيث لعب كمهاجم وحيد بينما لعب المهاجم التقليدي ماريو كامبس بشكل أعمق لبناء اللعب. لذلك واجه دييغو الصعوبات عندما استلم الكرة في مناطق مكتظة بالمدافعين. كانت ديناميكية الفريق سلبية أيضا، حيث لم يتم قبول مارادونا كالنجم الأول من قبل مخضرمي المنتخب. على الرغم من ذلك، تمكنت الأرجنتين من الفوز في المباراتين التاليتين في دور المجموعات الأولى، وسجل مارادونا ثنائية أمام المجر. ولكن الصعوبات ظهرت مجددا في دور المجموعات الثانية أمام المنتخب الإيطالي والبرازيلي. كانت المباراة الأولى أمام الإيطاليين تعتبر نقطة تحول في كرة القدم. المدافع الإيطالي جنتيلي لاحق مارادونا طوال المباراة وأسقطه في أكثر من مناسبة. ارتكب المنتخب الإيطالي 23 خطأ على الأرجنتينيين، وهو ما يعتبر رقما قياسيا في كأس العالم آنذاك. قال ماركو تارديلي الذي لعب في المباراة لإيقاف مارادونا: عليك أن تستخدم يديك وقدميك وتركله، وإلا فلن تكون هناك طريقة لإيقافي. فاز المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وأشيد بأداء دفاعهم ومنحهم ذلك الثقة للمواصلة والفوز بالبطولة. خسر مارادونا والأرجنتين أمام البرازيل، حيث طرد دييغو بسبب تدخل عنيف في الدقائق الأخيرة. لقد سئم من العنف الذي تلقاه طوال البطولة. لم تكن البطولة الأفضل لتقديم مارادونا للعالم، ولم يستقل تكتيكيا من قبل الجهاز الفني، والحكام فشلوا في حماية اللاعب. في أثناء البطولة كتب بيليه مقالا في إحدى الصحف الأرجنتينية الشهيرة قائلا: لدي شكوك حول ما إذا كان دييغو يتمتع بالعظمة الكافية كشخص لتبرير تكريمه أمام جمهور عالمي. كانت هذه بداية حرب كلمات ما بين النجم الصاعد والأسطورة بيليه. ولكن على الرغم من خيبة الأمل، كانت الأندية لا تزال مهتمة بدييغو، وأحد هذه الأندية العريقة كان مصراً على منح مارادونا المساحة الكافية لتقديم مواهبه على المستوى الأوروبي. منذ عام 79 توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع مارادونا، وبحلول عام 82 رأى رئيس النادي الكتالوني جوزيب نونيز أن مارادونا صفقة استراتيجية. لقد قام بزيادة سعة ملعب الكامب نو، وكان من السهل ملء تلك المقاعد وكسب المزيد من الرعاة وأيضا تأمين القروض الجديدة عندما يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم. جاء مارادونا إلى برشلونة بصفقة قياسية. كان مارادونا هو اللاعب الأعلى أجرا في العالم. الصفقة تمت قبل مشاركة مارادونا في كأس العالم، لذلك كانت هناك شكوك حول هذه الصفقة، خاصة بعد فشله مع الأرجنتين. خلال تلك الفترة كان نادي برشلونة يعاني في فترة ما بعد رحيل يوهان كرويف. على الرغم من فوزهم بكأس الكؤوس الأوروبية في الموسم السابق، إلا أن فشل الفريق في كسب بطولة الدوري، ولم يحققوا هذه البطولة إلا في مناسبة وحيدة خلال 22 سنة سابقة. النادي الكتالوني كان يحمل اسما مرموقا فقط، ولكن الرئيس نونيز كان مصمما على تغيير ذلك، واستثمر الكثير من الأموال، ولكن النتائج على أرض الملعب لم تعكس ذلك. قدوم مارادونا كان جزءا كبيرا من الحل. أراد دييغو أن يثبت نفسه أيضا بعد كأس العالم، وخاصة على الساحة الأوروبية. لذلك جلب معه فريقه الخاص الذي ضم المدرب الشخصي والصديق فرناندو سينيوريني، الذي أنشأ نظاما تدريبيا خاصا لدييغو. مجموعة مارادونا ضمت أيضا وكيل أعماله خورخي وغييرمو بلانكو الذي أدار شؤون دييغو الإعلامية، والذي جعله أول مسؤول صحفي للعب كرة قدم إطلاقا.
وبإلهام النظام العسكري في الأرجنتين، أراد دييغو أن يتحكم في السرد الإعلامي حوله، خاصة عندما تبدأ الانتقادات. سرعان ما كسب دييغو ثقة زملائه في الفريق، مما جعله يقدم مستويات جيدة في بداية الموسم على الرغم من إصابته وغيابه عن بعض المباريات. لاعب برشلونة كاراسكو نصح دييغو وحذره من الخروج ليلا في برشلونة، وذلك التحذير أتى بعد تاريخ معقد للمحترفين الأجانب في برشلونة، فبعضهم نجح أن يعيش حياة عائلية هادئة في كتالونيا ككرويف، والبعض الآخر وقع في فخ السهرات والحفلات حتى ساعات الصباح كالبيروفي هيوغو سوتيل. مارادونا واجه الصعوبات في اتباع نصيحة كاراسكو، وبنى جدارا بينه وبين إدارة برشلونة. عندما كان يصاب كان يرفض علاج الطاقم الطبي ويطلب المساعدة من طبيبه الشخصي. كانت علاقة مارادونا مع الإدارة معقدة جدا. قال الرئيس نونيز في نوفمبر عام 82: اللاعب لا يلعب كرة قدم فحسب، بل يجب أن يعيش حياة شخصية مقبولة، وإذ لم يفهم ذلك فلا داعي لمعاقبته، أفضل حل هو أن يغادر النادي. أجاب مارادونا: أنا لا أبرمج حياة أحد ولا أريد أن يبرمج حياتي أحد. شيئا فشيئا بدأت وسائل الإعلام المحلية تنقلب على اللاعب، ولم يستطع دييغو أن يرد على الملعب بعد أن أصيب بالتهاب الكبد الوبائي في شهر ديسمبر وابتعد عن الملاعب لثلاثة أشهر. دخل مارادونا في حالة سيئة في هذه الفترة، واعترف في مقابلة عام 98 بأنه بدأ تعاطي المخدرات في أول موسم في برشلونة. تحول دييغو الخجول الذي أشاد به الجميع في بطولة طوكيو إلى مارادونا الساخب المدمر في برشلونة. بعد أن عاد إلى الملاعب فشل مارادونا في استعادة مستواه، وأقيل المدرب أودولاتك بعد الفشل في الدوري المحلي والخسارة المذلة في كأس الكؤوس الأوروبية، فاستبدل بالمدرب الأرجنتيني سيزار مينوتي في مارس من عام 83. كسب النادي الكتالوني ومارادونا شيئا من الموسم بعد أن هزموا نادي ريال مدريد في نهائي كأس الملك، لكنهم أنهوا الموسم في المركز الرابع في الدوري الإسباني وعلى بعد 6 نقاط من الأبطال نادي أتلتيكو بالباو. مارادونا رغم الإصابات والمشاكل أنهى الموسم برصيد 23 هدفا في جميع المسابقات، ولكن تكتيك الفريق وأسلوب اللعب الذي اعتمد على الكرات الطويلة لم يناسب دييغو. غير مينوتي هذا الأسلوب في بداية الموسم التالي، ركز على أسلوب لعب مبنيا على تمريرات سريعة على الأرض والكثير من اللمسات من قبل دييغو. منح كل من مارادونا والألماني برن شوستر الأدوار الحرة في خط الهجوم، ولكن قبل أن يتاح لبرشلونة الوقت الكافي للتأقلم على هذا الأسلوب عانى مارادونا إصابة جديدة. جاءت هذه الإصابة في بداية الموسم بعد أن بدأ المدرب مينوتي ينتقد الأسلوب الدفاعي والقبيح الذي استخدمه بعض المدربين في الدوري الإسباني. وكان أحد المدربين الذين أشار إليهم مينوتي في انتقاده هو المدرب الفائز بالدوري الإسباني في الموسم السابق مع أتلتيكو بالباو الإسباني خافيير كليمنتي. استمر حرب الكلمات بين المدربين حتى مقابلة برشلونة بالنادي الباسكي في الجولة الرابعة من الموسم. بدأت المباراة بهجوم برشلوني شرس نتج عنه هدفان لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، ولكن وقعت الكارثة في الشوط الثاني. بعد هذا التدخل العنيف ضد مارادونا تلقى المدافع غويكوشيا بطاقة صفراء، لكن الاتحاد قرر إيقاف اللاعب ل10 مباريات، بينما تعرض مارادونا لإصابة مزمنة في كاحله وغاب عن الملاعب لمدة 3.5 أشهر. عاد دييغو في يناير من عام 84 بكاحل يمكنه من حركة محدودة، وكان يرتدي حذاء خاصا لقدميه. رغم ذلك تمكن من تسجيل ثنائية أمام إشبيلية بعد عودته، ولكن نادي برشلونة عانى دون نجمه الأول، حيث كان برشلونة خلف نادي ريال مدريد وبلباو في جدول الترتيب. بعد أسابيع قليلة واجه دييغو نادي بلباو مجددا، وعلى الرغم من كمية الأخطاء ما بين الطرفين غير أن مارادونا سجل ثنائية ليحقق فوزا مهما خارج الميدان. ولكن على الرغم من إبداعات مارادونا بعد عودته فلم يكسب الثناء والتقدير من الإعلام الكتالوني، وهكذا هي برشلونة لن تعوض الإبداعات الفردية فشل برشلونة في تحقيق البطولات، فقد أنهى النادي الكتالوني الموسم في المركز الثالث خلف الريال والأبطال بالباو مجددا.
علاقة مارادونا مع برشلونة والجماهير ووسائل الإعلام زادت تعقيدا في مواجهة الربع النهائي من كأس الكؤوس الأوروبية ضد مانشستر يونايتد. فكان دييغو يعاني آلاما في الظهر وكان يتناول الكثير من المسكنات حتى يتمكن من اللعب، ولذلك قدم مباراة سيئة أمام اليونايتد في مباراة الذهاب على الرغم من فوز برشلونة. استبدل مارادونا قبل النهاية وسمع صافرات الاستهجان تهطل عليه من مدرجات الكامب نو. كل الانتقادات من وسائل الإعلام والإصابات رسمت صورة سلبية لمارادونا في أعين الكتالونيين وأكدت عدم استحقاقه لكل هذه الأموال. قال مارادونا: الكتالونيون مميزون للغاية، يبدو الأمر وكأنني سرقت أموالهم. قرر دييغو حينها ترك برشلونة. خسر برشلونة مباراة الإياب بثلاثية نظيفة وخرج من منافسة جديدة، ولم يتبقى سوى بطولة أخيرة لإنقاذ الموسم وهي نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو بلباو. كان فريق المدرب كليمنتي واثقا للغاية بعد فوزهم ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، وقرروا إشعال النار في تصريحاتهم قبل المباراة، حيث وصف المدرب كليمنتي دييغو بالأحمق. كل ما حدث لمارادونا خلال السنتين اللتين قضاهما في برشلونة نتجت عنه معركة دموية على ملعب سانتياغو برنابيو بعد أن حسم النادي الباسكي النهائي بهدف وحيد. احتفل لاعبو بلباو بالفوز حول الملعب، وذهب أحدهم بالقرب من مارادونا لتوديعه بسخرية، وكانت هذه هي الشرارة الأخيرة التي أشعلت الشجار التاريخي. Ya hay un ensarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Atlético de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas. Y atención. قال مينوتي بعد المباراة: لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا. إن كان كل ما رأيناه اليوم مجرد مباراة فإن كرة القدم قد ماتت. أوقف مارادونا لسبع مباريات وحسم ذلك نهاية قصته مع برشلونة. وذكر دييغو لاحقا أن فترته مع برشلونة كانت الأسوأ في مسيرته. في غضون موسمين سجل دييغو 38 هدفا في 58 مباراة، كسب 3 بطولات، ولكن لم يلعب موسما كاملا من دون إصابة أو جدل، ولم يعش فترة هادئة طبيعية. ولكن متى سنرى مارادونا يعيش موسما هادئا في قادم السنوات؟ هدف مارادونا ووكيل أعماله خورخي كان واضحاً وهو الخروج من برشلونة، فلم يمكن إصلاح علاقة دييغو مع إدارة النادي الكتالوني. حاول نائب الرئيس جوان غاسبار أن يقدم عقداً أفضل لمارادونا حتى يبقى، ولكن رفض دييغو وأكد ذلك نهاية صفحته مع برشلونة. كان نادي نابولي من أبرز المرشحين للحصول على مارادونا على الرغم من اهتمام نادي يوفنتوس، وبشكل مفاجئ تمكن نابولي من الحصول على الأموال اللازمة لشراء مارادونا على الرغم من تواضع مالك النادي من الناحية المادية مقارنة مع كبار أندية إيطاليا. كانت ظواهر الأمور تشير إلى وجود جهة خفية خلف هذه الأموال. بعد مفاوضات معقدة تم بيع مارادونا لنابولي مقابل 7.5 مليون دولار. قال رئيس نابولي كورادو فرلاينو في مقابلة حديثة: نابولي لم يكن فريقا عظيما، ولكن مارادونا لم يعرف ذلك أبدا. ثالث أكبر مدينة إيطالية من حيث السكان لم يكن لديها ناد ناجح، ولم يتذوق الفريق طعم النجاح إطلاقا منذ تأسيسه عام 1926. بقي الفريق دائما في ظل النوادي الشمالية الأكثر نجاحا، ونجا من الهبوط إلى درجة الثانية بفارق نقطة في الموسم السابق قبل الوصول لمارادونا. كانت نابولي مدينة تعاني العديد من المشكلات كالبطالة والعنف المتصاعد من عصابة الكامورا الشهيرة في المنطقة. انضم مارادونا إلى أقوى دوري في العالم آنذاك، حيث كان يضم نجوم العالم كبلاتيني وبونييك في اليوفي، رومينيغا في الإنتر، فالكاو وسيريتزو في روما، زيكو في أودينيزي، والقائمة تطول وتطول. لكن وصول دييغو إلى نابولي منح جرعة من الأمل، حيث حضر 70,000 متفرج ليشاهدوا حفل تقديم مارادونا في ملعب سان باولو. ورأى دييغو حينها الكثير من الأمور المشتركة بين نابولي وبوينوس آيرس. في أول مؤتمر صحفي سئل مارادونا إذا كان يعلم أن جزءا من صفقة انتقاله دفعتها عصابة الكامورا، وقاطع رئيس النادي فرلاينو الصحفي فورا وطلب منه المغادرة. استهدفت الكامورا مارادونا كشخصية عامة قابلة للاستغلال، ولكن مقابلتهم الأولى ستأتي في وقت لاحق. كان موسم دييغو الأول صعبا جدا،
حيث لم يرتقي إلى التوقعات الكبيرة وغير الواقعية للجماهير. وسرعان ما لاحظ مارادونا كيف ينظر إلى أهل الجنوب في إيطاليا عندما لعب مباراته الأولى ضد هيلاس فيرونا خارج الميدان، ورأى لافتة كتب عليها مرحبا بكم في إيطاليا، كما لو أن الجنوب ليس جزءا من البلاد. شكى مارادونا من ذلك وقال في مقابلة على التلفاز: هناك مشكلة عنصرية في كرة القدم الإيطالية، ولكن ليس ضد السود، هناك عنصرية ضد سكان نابولي. سرعان ما أصبح دييغو من سكان مدينة نابولي، وفعل سريعا العقلية المنتشرة في المنطقة، وهي عقلية نحن ضد الجميع. وذلك كان يناسب مارادونا وتاريخه وخلفيته، لكن عانى نابولي على أرضية الملعب، وفازوا بأربع مباريات فقط في أول 15 جولة في الدوري، وكان على دييغو أن يتأقلم على اللعب العنيف في كرة القدم الإيطالية. لم يتمكن المدرب رينو ماركيزي من إيجاد التوازن الصحيح، لم يستلم دييغو تمريرات وكان معزولا وعاد إلى الخلف كثيرا حتى يقوم ببناء اللعب. اشتكى زملاء دييغو من المراقبة المكثفة على الأرجنتيني، ولذلك كان من الصعب أن يمرروا الكرة إليه، ولكن رفض دييغو هذه الأعذار وقال: مررها لي على أي حال وسوف أجد طريق. تحسنت نتائج نابولي وبالكاد تذوقوا طعم الهزيمة في القسم الثاني من الموسم. تضمنت هذه السلسلة من النتائج فوزا تاريخيا ضد نادي لاتسيو برباعية نظيفة، حيث سجل مارادونا ثلاثية من بينها هدف تاريخي. على الرغم من جهود مارادونا في تسجيل 17 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات، لكن نابولي لم يتجاوز البداية البطيئة للموسم وأنهى المسابقة في المركز الثامن. اشتكى مارادونا كثيرا للإدارة وشارك جزئيا في مسؤولية اختيار لاعبين للتعاقد معهم، حيث انضم الفرنسي أليساندرو رانيك وجاء معه لاعبون آخرون بناء على توصية دييغو في السنوات التالية، واستبدل رينو ماركيزي بالمدرب أوتيفيو بيانكي الذي جلب الواقعية والاحترافية التي فقدها نابولي في الموسم السابق. كان هدف الفريق هو التحسن ووضع الأسس للنجاح، وفي هذا الموسم الجديد أظهر نابولي ومارادونا بعض المومضات الحقيقية من الإبداع. وبعد بعض النتائج الإيجابية في بداية الموسم التي تضمنت فوزا ساحقا على حامل اللقب هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة، واجه الفريق نادي يوفنتوس على أرضه، وبفضل ركلة حرة غير مباشرة من مارادونا كسب فوزا تاريخيا على حساب البيانكونيري. كان ذلك أول فوز لنابولي على اليوفي في مجريات الدوري منذ 12 عاما، وقد عزز ذلك ثقة جمهور نابولي بمشروع مارادونا ورفاقه. ولكن على الرغم من العمل الإيجابي على أرضية الميدان، فإن هناك دائما جانبين لقصة مارادونا. في العلن وأمام الجماهير كان دييغو رجل المبادرات الكريمة، مثل تعاونه مع منظمة اليونيسف ومبادراته لتقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم. قال الصحفي برونو باساريلا: الكرم الذي كان مارادونا قادرا على فعله آنذاك لا يمكن تحقيقه في عالم كرة القدم اليوم التي يسيطر عليها المال. ولكن خلف الكواليس كان دييغو يأخذ خطوات نحو الظلام. بدأ بالدخول في الحياة الليلية والسرية سويا مع عصابة الكامورا الذين نظروا إلى مارادونا كمصدر للقوة. مقابل هذه العلاقة لبت عصابة الكامورا جميع احتياجات مارادونا، وعلى غرار حاله في برشلونة منح الخصوصية التامة في نابولي من قبل وسائل الإعلام والسلطات. هذه الحياة السرية كانت مصدر معظم المشاكل والآلام التي عاشها دييغو في السنوات التالية. في الوقت نفسه انفصل مارادونا عن صديقه ووكيل أعماله خورخي بسبب الديون المتراكمة التي تسبب بها خورخي بمنظور دييغو، ولكن في الحقيقة كان مارادونا مهملا مع أمواله حيث استمر بالإنفاق المبالغ به. جلب دييغو وكيلا جديدا اسمه غييرمو كوبولا الذي عاش حياة الرفاهية ووفر لمارادونا كل ما يريده. حياة مارادونا كانت متجهة نحو الضياع حيث عاش حياة الملك الذي لا يقبل الانتقاد.
ولكنه لم يترك شخصا محددا، وهو مدربه الشخصي فرناندو سينيوريني الذي جلب التوازن والواقعية والاحترافية لحياة مارادونا. على الرغم من حياة مارادونا الشخصية المعقدة، كان نابولي فريقا متطورا بلا شك، حيث كسبوا المركز الثالث في الدوري الإيطالي، وكسب الفريق مقعدا أوروبيا، وأثبت لكل المنافسين أن هذا مشروع حقيقي. أنهى مارادونا الموسم برصيد 13 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات. ففي 25 من عمره ومع عروضه الكبيرة كلها في السنوات الأخيرة، فإن مارادونا لم يصل بعد إلى مستوى الشهرة العالمية المطلقة، ولم يحقق الإنجازات الكبيرة على الساحة الأوروبية والعالمية، ولذلك ركز على البطولة القادمة مع المنتخب الأرجنتيني، بطولة كأس العالم في المكسيك. في ديسمبر من عام 83، وبعد 7 سنوات من النظام الدكتاتوري، انتخبت الأرجنتين أول رئيس ديمقراطي، وأعيد بناء البلاد في السنوات التالية، وكان الشعب متفائلاً. وفي إطار كرة القدم، قام الاتحاد الأرجنتيني بتعيين المدرب كارلوس بيلاردو خلال هذه الفترة، وهو مدرب نجح في تقديم كرة قدم جذابة في الدوري الأرجنتيني. بدأ بيلاردو بمناقشاته التكتيكية مع مارادونا منذ أن كان في برشلونة، وسلمه شارة القيادة من المدافع المخضرم باساريلا، وكان قرارا صعبا ومثيرا للجدل، ولكن رأى بيلاردو دييغو كقائد مثالي. ولكن على الرغم من هذه التغيرات الإيجابية، فقد عانى المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم، وبالكاد تأهل إلى البطولة في المكسيك. اعترف باساريلا وقال: إذا لم يتحسن الأداء فلن نذهب بعيدا في كأس العالم. مشاكل الفريق تنبع من وجود خلافات داخلية ما بين اللاعبين. بعد آخر مباراة ودية قبل كأس العالم، كان هناك اجتماع خاص للاعبين، وعلت الأصوات والشتائم فيما بينهم، ولكن ختموا هذا الاجتماع بمعاهدة ولو كانت ضعيفة جدا. وصلوا إلى المكسيك، وظهر مارادونا في أفضل أحواله البدنية والذهنية والفنية على الرغم من إدمانه الشديد. وكانت المشاكل التنظيمية التي اشتكت منها بقية المنتخبات في المكسيك عاملاً إيجابياً للأرجنتينيين الذين سكنوا في غرف بسيطة وتحت سقف واحد في أثناء البطولة، مما أدى إلى تقوية المجموعة وتكاتفها. ولكن ظروف البطولة كانت سيئة بشكل عام، مع مستويات التلوث المرتفعة ودرجات الحرارة العالية، وكانت أرضية الملاعب جافة. كان مارادونا من أوائل اللاعبين الذين انتقدوا الفيفا، ولكن أمره رئيس الاتحاد جواو هافيلانج بالصمت واللعب، ثم رد مارادونا وقال: يجب أن يستشيروا اللاعبين أصحاب الملكية الحقيقية للرياضة، لأنهم بدوننا لا يمثلون شيئا. حول المنتخب الأرجنتيني وهذا التكاتف ما بين اللاعبين إلى نتائج إيجابية في دور المجموعات، بعد الفوز على كل من المنتخب الكوري والبلغاري والتعادل أمام المنتخب الإيطالي. سجل مارادونا هدفاً ومرر 4 تمريرات حاسمة خلال هذا الدور، ثم واجه المنتخب الأوروغواياني في الدور القادم، ومن دون أن يسجل أي هدف قدم مارادونا مساهمة كبيرة، ولكن اكتفى الأرجنتينيون بالهدف الوحيد للتأهل. ومواجهة المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي. كان من الصعب فصل السياسة عن كرة القدم في يوم المباراة، خاصة بعد حرب الفوكلاند بين الدولتين، ولكن مارادونا أصر على التركيز. نجح المنتخب الإنجليزي أن يلعب برتم بطيء جدا لإنهاء الشوط الأول بتعادل سلبي، لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني عندما سجل مارادونا هدفين مختلفين للغاية سيظلان في الذاكرة للأبد. عندما نحلل هذين الهدفين فإنهما يكادان أن يكونا متضادين، لكنهما ينتميان إلى نفس الرجل، إنهما يمثلان شخصيات مارادونا المختلفة: القبيح والجميل، الغشاش والصادق، الواقعي والخيالي.
نجحت إنجلترا في العودة بهدف لينكر، وكانت غريبة جدا من إدراك التعادل، ولكن انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بشكل مثير للجدل. وكرر مارادونا لزملائه بعد المباراة عن لمسة اليد وكأنني سرقت محفظة لص. بينما في المؤتمر الصحفي أصر مارادونا على أنه سجل الهدف برأسه. علق الصحفي الأرجنتيني إزيكييل مورياس على هذا الهدف حديثا وقال: كرة القدم هي لعبة المحتالين، إذا لم يفهم أحد ذلك فهو لا يفهم هذه اللعبة. بينما ظهر المدرب الإنجليزي بوبي روبسون غاضبا في المؤتمر الصحفي وقال: And Maradona handled the ball into the goal, didn't he? الفوز على إنجلترا منح المنتخب الأرجنتيني جرعة من الثقة، حيث سجل مارادونا ثنائية أمام المنتخب البلجيكي في الدور القادم. Going at them again. وصلوا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة، وواجهوا منتخب ألمانيا الغربية الذي وصل إلى المباراة النهائية في النسخة السابقة أيضا. كلف النجم الألماني لوثر ماتيوس بمهمة مراقبة مارادونا طوال المباراة، ونجح في ذلك في الشوط الأول، حيث لم يترك مارادونا بصمته على هذا الشوط، على الرغم من تسجيل المنتخب الأرجنتيني لهدف، وتمكن من تسجيل هدف آخر في الشوط الثاني. لكن لم يستسلم الألمان كعادتهم، وعادوا لتسجيل هدفين خلال 6 دقائق. ولكن في اللحظات الحاسمة ظهر مارادونا من جديد ليفك شفرة المراقبة الألمانية. الأرجنتين بطلة العالم، وكان مارادونا عاملا رئيسيا في ذلك، حيث قدم واحدة من أكثر العروض المتكاملة إطلاقاً في كأس العالم. كانت له يد في 10 من أهداف الأرجنتين 14 في البطولة، وكان هذا الانتصار الذي فصل مارادونا عن البقية، حيث قال زميله فالدانو: لقد جعله ذلك بطلاً على الفور. في تلك اللحظة تحول اللاعب إلى الأبد، إلى الأسطورة التي نقرأ عنها اليوم، أسطورة دييغو أرماندو مارادونا. عاد مارادونا إلى بوينس آيرس كبطل، ورحب به في نابولي أيضا. وصل مارادونا إلى قمة العالم من حيث الشهرة، ولكنه ظل يركز على تحقيق هدف جديد، وهو تسليم أول سكوديتو لنابولي بعد انتظار طال 60 عاما. تم تعزيز الفريق بقدوم أسماء كدينابولي وكارنيفالي، وعودة المدافع الشاب تشيرو فيرارا من الإعارة. كانت لديهم فرصة حقيقية للمنافسة، لكن مارادونا دائما يفاجئك بمفاجآت كارثية، وذلك ما حدث بعد فوز نابولي في مباراته الافتتاحية ضد بريشيا. وصلت أخبار إلى معسكر دييغو، مفادها أن قناة ري كانت على وشك بث مقابلة مع امرأة ادعت أنها أنجبت طفلا لمارادونا، وكان الاقتراح هو أن يقبل مارادونا مسؤولية هذا الطفل، وفي المقابل لن تبث المقابلة في جميع أنحاء البلاد. رفض مارادونا فورا، مدعيا أن الطفل ليس منه. وبعدها بفترة وجيزة عرضت المقابلة على التلفاز. خاض دييغو مباراة كارثية أمام دونيزي، ورفض التعليق على الأمر. وفي اليوم الذي سجلت المرأة طفلة تحت اسم دييغو أرماندو جونيور في أكتوبر، تم إقصاؤه نابولي من كأس الاتحاد الأوروبي، وأهدر مارادونا ركلة ترجيحية. وقال للصحفيين بعدها: إنها أسوأ لحظة في حياتي، كانت ولادة هذا الطفل نقطة تحول أساسية في قصة مارادونا. لقد سقط هذا الرجل المحبوب على ركبتيه، ولأول مرة بالنسبة له لم يعد الكاتب الأساسي لقصتي، وذلك أثر في سلوكي. ولم تعد المخدرات الآن تستخدم للترفيه فقط، بل أصبحت ضرورة لمارادونا، ضرورة للهروب من هذا الواقع. وجد مارادونا الطمأنينة بين زملائه في نابولي، ولدعمه قدم قائد النادي جوزيبي بروسكولوتي شارة القيادة لمارادونا بصفة دائمة. ورد دييغو وهو يبكي قائلا: لقد منحتني شيئا لن أنساه أبدا، كقائد سأحقق اللقب. أمر دييغو النادي بفتح أبوابه للجماهير في أثناء الحصص التدريبية، حيث أراد أن يعزز علاقته مع الجماهير للخروج من هذا المأزق. وتحسنت النتائج تدريجيا، وكسبوا مباراة كبيرة خارج أرضهم أمام اليوفي في نوفمبر.
terzo gol del Napoli. وعاد مارادونا إلى أفضل أحواله. تسعة انتصارات في المباريات الخمس عشرة التالية التي تضمنت فوزاً جديداً على اليوفي دفع نابولي إلى صدارة الترتيب. أتقن مارادونا فن فك شفرات التكتيكات الدفاعية المتنوعة في الدوري الإيطالي، وأتقن أيضاً القدرة على تجنب التدخلات العنيفة من المدافعين. هدف مارادونا في مرمى نادي ميلان في سان باولو كاد أن يحسم اللقب، لكن التعادل سيكون كافيا في المباراة الختامية أمام فيورنتينا في سان باولو. وكان النابوليتانيون مستعدين لحفلة كبيرة، حيث سجل نابولي أولا وعاد الفيولا بهدف التعادل، وصفر الحكم ليعلن عن أول سكوديتو في تاريخ نابولي. Che hai sentito? Che hai provato, Diego? La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però campione del mondo. No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Questa è la festa più importante della mia vita. حقق نابولي الثنائية أيضا بعد فوزه في نهائي كأس إيطاليا، الذي جعله أول ناد من الجنوب يحقق ثنائية الدوري والكأس. مارادونا وزملائه أكدوا أخيرا أن جنوب إيطاليا مساو للشمال. بشكل عام لم يصل مارادونا إلى مستواه في كأس العالم، ولكن تمكن من تسجيل 17 هدفا ومرر 7 تمريرات حاسمة في 41 مباراة في جميع المسابقات، وفعل ذلك في الدوري الأكثر صعوبة وشحا بالأهداف في العالم. تمكن وكيل مارادونا كوبولا من حسم عدة صفقات تجارية جديدة لدييغو، ولكن الصفقة الأكثر أهمية كانت صفقة تمديد عقد مارادونا مع نابولي لمدة 6 سنوات حتى عام 93، وكان يتغاضى 12 مليون دولار سنويا، وهو ما كان يعتبر أغلى عقد في تاريخ كرة القدم آنذاك. في ذلك الموسم تعاقد نابولي مع البرازيلي كاريكا، الذي شكل مع مارادونا وجوردانو ثلاثية الهجومية الأكثر رعبا في الدوري، ثلاثي ماجيكا الشهير. وقال كاريكا: اخترت نابولي لأن حلمي كان اللعب بجانب مارادونا. سجل هذا الثلاثي الفتاك 36 هدفا من أصل 55 هدفا سجلها الفريق في ذلك الموسم، وساند هذا الثلاثي في الفوز في 9 من أول 12 مباراة في الدوري. كان اليوفي يعاني بعد اعتزال ميشيل بلاتيني، ولكن ميلان كان يبني فريقا جديدا وقويا تحت قيادة رئيس الروسونيري الجديد سيلفيو برلسكوني. والمواجهة الأولى بين الطرفين أثبتت أفضلية نادي ميلان بعد الفوز على نابولي 4 أهداف مقابل هدف. ولكن ردة فعل مارادونا ورفاقه بعد هذه الخسارة كانت إيجابية جدا، حيث سجل مارادونا هدفا في 6 مباريات متتالية في الدوري، ودفع فريقه إلى صدارة الدوري مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم. ولكن كان هناك أمر يطبخ على نار هادئة خلف الكواليس. وصل مارادونا إلى آفاق جديدة من الشهرة في نابولي، لم يستطع فعل أي شيء في نابولي خارج حدود منزله، فقد كان عالقا بسجن مطلي بالذهب. هنا يأتي دور عصابة الكامورا من جديد، عرضوا على مارادونا طرقا للهروب، وتم تلبية جميع احتياجاته. وهذه هي الحياة السرية التي ذكرت قبل قليل. كانت الكامورا المورد الرئيسي للكوكايين لمارادونا، وزاد إدمان دييغو سوءا في هذه الفترة. كان مارادونا يلعب مباراة يوم الأحد، وتبدأ الحفلات وشرب الخمر وتعاطي المخدرات بعدها حتى يوم الأربعاء، ثم يبذل جهدا كبيرا حتى يوم السبت للتجهيز للمباراة التالية. فعل ذلك لبقية مسيرته الكروية حتى اعتزاله. في بعض الأحيان كان يلتزم لمدة شهر أو شهرين تزامنا مع نهاية الموسم عندما تشتد المنافسة. كشف رئيس نابولي فيرلاينو عام 2003 أن العديد من لاعبي كرة القدم كان يتعاطون المخدرات في ذلك الوقت، وقال مارادونا أن المخدرات دائما موجودة في كرة القدم، ولكنه لم يستخدم الكوكايين لتحسين أدائه. وقال: هل تعرف اللاعب الذي كنت سأصبحه لو لم أتعاطى المخدرات؟ وذلك تسبب بمشاكل جديدة لمارادونا، حيث أصبح أداة للكامورا،
واشتهرت هذه العصابة بتنظيم مكتب مراهنات غير رسمية في نابولي. واعترف لويجي جوليانو مخبرا للشرطة وابن شقيق أحد رؤساء الكامورا بأنهم تلاعبوا في نتائج مباريات كرة القدم. لنعود الآن إلى مسرح الجريمة. تصدر نابولي ترتيب مع تبقي 5 مباريات، وفجأة خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 1. إحدى هذه المباريات كانت مواجهة مصيرية أمام المنافس ميلان في السان باولو، وهكذا خسر نابولي فرصة كسب سكوديتو، وكان جميع النابوليتانيين قد راهنوا على فوز فريقهم باللقب. ولو كسب نابولي الدوري لأفلس ذلك عائلة الكامورا. لم يكن هناك دليل فعلي على هذه القصة، ولكن خلال الموسم تم تدمير إحدى سيارات مارادونا، وحدثت عمليات سطو على منازل بعض لاعبي نابولي بهدف الضغط عليهم. كل هذا الضغط حدث على الرغم من تقديم مارادونا أحد أفضل مواسمه على الإطلاق بعد تسجيله 15 هدفا في الدوري، مما جعله الهداف، وسجل 21 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة في 37 مباراة في جميع المسابقات. حاول مارسيليا ومدريد وحتى ميلان إغراء دييغو للخروج من نابولي، لكن كلما التقوا به وبوكيله في نابولي قوبلوا بالترهيب من عصابة الكامورا. وكانت هناك اتهامات من الجماهير بأن دييغو خسر السكوديتو عمدا، وقال مارادونا في سيرته الذاتية: لم أعتقد أبدا أنني سأتهم، كنت مستعدا لمغادرة نابولي إذا اعتقد الناس أني بعت الفريق من أجل المال، فكان عازما على البقاء ليظهر الحقيقة للجميع. بدأ الموسم التالي وقرر رئيس النادي تجديد عقد المدرب بيانكي، وكانت علاقة المدرب ومارادونا معقدة بسبب غيابات دييغو المتكررة عن الحصص التدريبية. على الرغم من ذلك قدم نابولي عروضا جيدة وكان ينافس على جميع البطولات المتاحة، وتألق الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. لكن بدأت الإصابات تؤثر في مارادونا، وكان يعلن بنفسه عن عدم قدرته على المشاركة في عدة مباريات، ولكنه تمكن من المشاركة في مباراتي الذهاب والإياب أمام بايرن ميونخ في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي. تمكن مارادونا من صناعة جميع أهداف نابولي 4 أمام الألمان، حيث تأهل الفريق الإيطالي إلى أول نهائي أوروبي له إطلاقا. شهدت المواجهة أمام نادي شتوتغارت مهرجانا من الأهداف، حيث سجل مارادونا هدفا وصنع 3 آخرين ليحسم اللقب الأوروبي الأول لنابولي. في تلك اللحظة تلقى مارادونا عرضا من مارسيليا مجددا قبل المباراة النهائية، وحاول أن يقنع مارادونا الرئيس فرلاينو بالسماح له بالرحيل. ولكن الرئيس رفض وقال للصحافة: مارادونا سيبقى في نابولي طالما أريده أن يبقى في نابولي. وكادت علاقة مارادونا بالرئيس أن تدمر بعد هذا التصريح، والثقة فيما بينهما أصبحت غير موجودة، خاصة بعد أن كذب الرئيس أسباب غيابات مارادونا المتعددة خلال الموسم، وصدق عناوين الصحف التي قالت أن مارادونا كان يغيب بسبب الحياة الليلية وأسلوب حياته المدمر. قال مارادونا: إذا كان الرئيس لا يصدقني ويصدق الصحافة فلا يمكنني الاستمرار هنا. بعد المباراة النهائية أمام شتوتغارت غاب دييغو عن بعض المباريات في نهاية موسم الدوري الإيطالي، وفي المباراة الأخيرة في ملعب السان باولو طلب مارادونا الخروج في الدقيقة 17 بعد إصابة عضلية، وأطلقت بعض الجماهير صافرات الاستهجان. أنهى نابولي الموسم في المركز الثاني، ولكن بفارق 11 نقطة عن البطل نادي إنتر ميلان. وعلى المستوى الفردي قدم مارادونا موسما رائعا على الورق، حيث سجل 19 هدفا ومرر 18 تمريرة حاسمة في 50 مباراة في جميع المسابقات. ولكن أسلوب حياة مارادونا ومزاجه وعلاقته المتوترة والإصابات المتعددة كان لها أثر كبير، كان عليه تغيير شيء ما. عقد مارادونا مع نابولي الذي كان يمتد حتى عام 93 جعل من الصعب على دييغو تغيير مساره الكروي. غادر في صيف عام 89 إلى الأرجنتين وهدد بعدم العودة أبدا. شعر النابوليتانيون ومسؤولو النادي بالخيانة،
لكن مارادونا أصر على أن هناك مؤامرة ضده وضد عائلته كما قال في سيرته الذاتية، وذكر أيضا أن نابولي مدينة الجرائم. ردت وسائل الإعلام بقنبلة عندما نشرت صورا قديمة لمارادونا جالسا مع بعض من عصابة الكامور بهدف فضح مارادونا ومواجهة اتهامه للمدينة، كما شاركت أيضا تهديدات الجماهير واستطلاعات الرأي التي وجهت أصابع الاتهام إلى مارادونا. لم يكن أمام دييغو خيار سوى العودة، لكن كان لديه شرط واحد، مغادرة المدرب بيانكي. اضطر الرئيس فرلاينو إلى تلبية هذا الطلب، وأتى المدرب ألبرتو بيغون الأكثر دبلوماسية في محله بهدف إبقاء دييغو سعيدا. عاد مارادونا بحماس كبير، ليس فقط بسبب هذه التغيرات في النادي، لكن بسبب اقتراب موعد بطولة كأس العالم القادمة في صيف عام 90. لذلك أراد أن يكون جاهزا وتدرب بشكل أفضل، وتمكن من فقدان بعض الوزن. المنافسة على الدوري اشتدت بين الروسونيري ونابولي، وكان نابولي يعاني صراعات داخلية مع الجماهير وخارجية أيضا مع وسائل الإعلام. كان موسما صعبا، ولكن النتائج ظلت إيجابية. في أول 9 مباريات بعد عودة مارادونا، تمكن الأرجنتيني من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرى ليتصدر نابولي في منتصف الموسم. ولكن عاد ميلان إلى صدارة الدوري في القسم الثاني، على الرغم من ثنائيات مارادونا أمام روما واليوفي. مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم، تصدر ميلان بفارق نقطة عن نابولي، ولكن تعثر الروسونيري في الجولات الأخيرة، وفوز نابولي في بقية المباريات أهدت السكوداتو لمارادونا ورفاقه. المباراة الختامية في سان باولو أمام لازيو كسبها نابولي بفضل تمريرة حاسمة من مارادونا. لم تكن الاحتفالات كعام 87، ولكن الجماهير كانت سعيدة جدا بهذا الإنجاز الكبير. وقد أنهى مارادونا الموسم 18 هدفا و10 تمريرات حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات، وركز الآن أعلى فرصة كسب البطولة الأغلى في العالم للمرة الثانية على التوالي. وهذه المرة ستقام البطولة في أراض ليست بغريبة، حيث كانت الدولة المستضيفة هي إيطاليا. بقيادة المدرب بيلاردو مجددا، بدأ المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن اللقب. التشكيلة لم تتغير كثيرا عن بطولة عام 86، لكن الفريق لم يكن ضمن المرشحين، حيث فازوا فقط في 7 من آخر 34 مباراة منذ نهائي عام 86. لكن كان لديهم مارادونا المتحمس الذي توقف عن تعاطي الكوكايين استعدادا لكأس العالم. لكن حتى القائد لم يكن في أفضل حالة بدنية، حيث عانى إصابة في كاحله طوال الموسم الماضي. شارك المنتخب الأرجنتيني في دوري مجموعات صعب، حيث خسروا أمام الكاميرون في المباراة الافتتاحية، وجمعوا 3 نقاط في 3 مباريات الأولى في المجموعة. لكن لحسن حظهم تأهلوا إلى الدور القادم بشق الأنفس لمواجهة الغريم الأبدي المنتخب البرازيلي. تمكن مارادونا من صناعة الهدف الوحيد الذي سجله كلاوديو كانيجيا ليرسل الفريق إلى الدور القادم. مباراة ربع النهائي أمام المنتخب اليوغوسلافي كانت مملة وذهبت إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر مارادونا ركلته، لكن الأرجنتين تمكنت من التأهل إلى الدور القادم. ومن كان ينتظرهم في الدور نصف النهائي؟ صاحب الأرض المنتخب الإيطالي. وفي أي ملعب؟ في ملعب نابولي السان باولو. كان مارادونا جاهزا لحرب نفسية، وقال لزملائه بأنه سيقسم إيطاليا نصفين خلال المباراة، وقال للصحافة بعد حالات عديدة من العنصرية: الآن فقط يتذكر الإيطاليون أن نابولي جزءا من إيطاليا، طوال السنة يتحدثون عن الجنوبيين القذرين. ذكر لاعب منتخب إيطاليا ألدو سيرينا أن تصريح دييغو فاجأ الجمهور والفريق، وقال أيضا أن الجمهور الإيطالي لم يكن مثل الجمهور الحاضر في ملعب الأولمبيكو في الدور السابق. نجح مارادونا في تقسيمهم. comunque io voglio dire una cosa a tutti i tifosi italiani. noi a Napoli abbiamo avuto tutto da Diego Armando Maradona e io sono il primo a comprare il biglietto per tifare l'Argentina. forza Argentina. وانعكس كل ذلك خلال المباراة، حيث تعرض مارادونا للشتائم والصافرات بشكل مستمر.
وكانت التدخلات من كلا الفريقين عنيفة. أحرزت إيطاليا الهدف الأول وتعادلت الأرجنتين في الشوط الثاني. وعلى الرغم من طرد أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني، فإنهم تمكنوا من الحفاظ على نتيجة التعادل حتى ركلات الترجيح. سجل مارادونا ركلته هذه المرة، وتصدى الحارس الأرجنتيني غويكوشيا لآخر ركلتين من المنتخب الإيطالي، ومنح الأرجنتين الفوز. ذكر مارادونا في سيرته الذاتية كيف أرادت الفيفا إقامة المباراة النهائية بين إيطاليا وألمانيا الغربية، وكيف دمرت الأرجنتين خططهم، حيث قال: لقد جعلنا من الأمر كارثة مطلقة، وبالطبع كان علينا دفع الثمن. شهد نهائي كأس العالم الذي يقيم على ملعب الأولمبيك في روما مواجهة بين منتخب ألمانيا الغربية القوي والمنتخب الأرجنتيني الذي كان يعاني الغيابات والإصابات. كان مارادونا غاضبا حتى قبل أن تبدأ المباراة، حيث أطلق الإيطاليون صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني الأرجنتيني. كان مارادونا مقتنعا بأنهم سيتعرضون للسرقة، فبعد شوط أول هادئ وفي الدقيقة 65 طرد لاعب أرجنتيني بسبب تدخل عنيف، كانت أول بطاقة حمراء في نهائي كأس العالم. وقبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي حصل رودي فولر على ركلة جزاء، وقد اعترف كل من بريما وماتيوس في مقابلات حديثة أن الحكم كان خاطئا في هذا القرار. سجل بريما الهدف الوحيد وانتهت المباراة بفوز الألمان. وتجاهل مارادونا رئيس الفيفا هافي لانج عندما حصل على ميدالية الوصافة، لم يتقبل تلك الهزيمة طوال حياتي. أعلنت هذه المباراة عن نهاية فصل في قصة مارادونا، وأعلنت عن نهاية علاقة مارادونا مع كرة القدم الإيطالية والفيفا. دخل دييغو في الطريق المظلم والمجهول، مصاب، مدمن، وخال من الشغف. بدا كأن مارادونا يسقط من القمة بسرعة مخيفة. عاد مارادونا إلى نابولي استعدادا للموسم الجديد وهو في حالة ذهنية سيئة. كان إدمانه للمخدرات يخرج عن السيطرة، وحتى الفوز بخماسية أمام اليوفي في مباراة كأس السوبر الإيطالي لم يضعه في حالة ذهنية إيجابية. طرد وكيله وصديقه غييرمو كوبولا وألغى كل التزاماته التجارية، وغاب عن الحصص التدريبية وحتى بعض المباريات الرسمية. أخبره وكيله الجديد ماركوس فرانكي: لا يمكنك أن تكون لاعبا يتصرف كلاعب معتزل. إحدى المباريات الأوروبية المهمة التي كاد أن يغيب عنها مارادونا دفعت نابولي إلى أقصى ما يمكن تحمله. بعد فوز نابولي في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا بخماسية، واجه الفريق الإيطالي بطل روسيا نادي سبارتاك موسكو في الدور الثاني. بعد التعادل السلبي في سان باولو سافر نابولي إلى موسكو ليحسم المواجهة، ولكن كان هناك لاعب مفقود، حيث غاب مارادونا عن موعد رحيل طائرة النادي وكان نائما بعد الاحتفال طوال الليل. تمكن من السفر إلى موسكو بعد ذلك على متن طائرة خاصة، ولكن تأخر عن التحضيرات الأخيرة للمباراة، ومنح النادي مركز مارادونا الأساسي لشاب إيطالي موهوب اسمه زولا، وارتدى القميص رقم 10 أيضا. دخل مارادونا في الشوط الثاني مرتديا القميص رقم 16، ولكن ظلت المباراة خالية من الأهداف وذهبت إلى ركلات الترجيح. سجل مارادونا ركلته ولكن خسر نابولي المواجهة. طوال مسيرته شارك مارادونا في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا فقط، ولم يقدم شيئا يذكر. هذا الخروج المبكر كلف نابولي الملايين، وقرر الرئيس فرلاينو والمدير الرياضي لوتشيانو موجي أنه لا يمكن أن يتسامح مع سلوك مارادونا المتقلب، فأداءه أصبح لا يبرر ذلك. من الواضح أنهما لم يتمكن من بيعه لأنهما كان يخشيان رد فعل النابوليتانيين، لكنهما قررا أنهما لم يعد بإمكانهما حمايته. والقصد هنا من كلمة حمايته هي حماية مارادونا من الكشف عن ما يخفيه، وهو ما كان يعتبر أسوأ سر في إيطاليا. لم يتمكن النادي من إخفاء تعاطيه للمخدرات بعد الآن. عندما عاد مارادونا من إجازته الشتوية الطويلة، أراد كل من النادي والكامورا دفعه نحو الخروج، ومنحوا تسريبات للصحف الإيطالية الكبرى. كان الجميع يعلم أن مارادونا يتعاطى المخدرات، ولكن لم يكن هناك دليل حقيقي،
ولكن بمساعدة الكامورا بدأت الخيانة، وهكذا اتهم باستخدام وتوزيع الكوكايين في فبراير من عام 91 بعد أن تحدث بعض الشهود. مارادونا كعادته شعر بأنه هناك من يريد أن ينتقم منه، سواء الفيفا الذي شعر بالتهديد من اتهاماته السابقة أو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي كان يشدد ضوابط المنشطات، أو نادي نابولي الذي أصبح غير قادر على الدفاع عنه، أو الكامورا الذين لم يعودوا بحاجة إلى نفوذه. لقد تغير السرد، مارادونا أصبح الشرير. حتى صحيفة لا ريبوبليكا نشرت استطلاع للرأي يشير إلى أن مارادونا هو أكثر شخص مكروه في إيطاليا، لكن الأمر ازداد سوءا. واصل مارادونا التدريب مع نابولي على الرغم من قراره هو والنادي بالانفصال، ولكن كان هناك أمر أخير أنهى كل شيء بشكل حاسم. Nell'immediato dopo partita di Napoli-Bari, Diego Maradona fu chiamato per il controllo. Era trasladado hacia los tribunales para ser interrogado por segunda vez en menos de 24 horas. El propio presidente Menem. Soccer star Diego Maradona is now in hiding after being hit with a 15-month worldwide suspension for using cocaine. The career of one of the all-time greats is all but over. بعد سقوط مارادونا في اختبار المنشطات في مارس من عام 91، أوقف الدوري الإيطالي دييغو لمدة 15 شهراً حتى يونيو عام 92. هل كانت تلك صرخة طلباً للمساعدة من دييغو؟ قال في سيرته الذاتية أن نتيجة اختباره كانت إيجابية عن قصد، وقال: كنت أختبر الحدود، كنت أعلم أنه من الممكن أن يتم القبض علي في أي لحظة. لكن مارادونا كان مقتنعا بأن العديد من اللاعبين يتعاطون المخدرات معه، ولكن من المضحك أنه تم القبض عليه هو وزميله الأرجنتيني كانيجيا فقط. على الرغم من كونه صانع ألعاب، أنهى مارادونا صفحته مع نابولي وهو الهداف التاريخي للنادي آنذاك، حيث سجل 115 هدفا في 257 مباراة، وسجل 30 هدفا عن طريق الركلات الحرة، وصنع 71 هدفا أيضا. جلب عقلية الفوز إلى فريق لم يذق طعم النجاح طوال حياته. وفي ذلك الموسم بعد غياب مارادونا سقط نابولي حتى المركز الثامن، ولم يتمكن من المنافسة أبدا في السنوات التالية، حتى هبط إلى درجة الثانية في مناسبتين وأفلس. قال مارادونا في سيرته الذاتية: لقد جعلوني أدفع الثمن بعد أن منعت إيطاليا من الوصول إلى نهائي كأس العالم. غادر البلاد مع 4 قضايا مفتوحة أمام المحكمة، واستغرق الأمر عدة سنوات من الفشل الرياضي والسياسي في نابولي حتى يتمكن مارادونا من استعادة مكانته كمواطن فخري للمدينة. بعد انتهاء فترة العقوبة في يوليو عام 92، طلب نابولي من مارادونا العودة إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد. مارادونا رفض العودة إلى دولة مذنبة بكل ما حدث له كما يعتقد. طلب وكيله فرانك المساعدة من الوكيل الكتالوني جوزيب منجلا، ووافق الرئيس فرلاينو على البحث عن ناد جديد لمارادونا، ولكنه أصر على عدم انتقاله إلى ناد إيطالي آخر. خلال هذه الفترة كان مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق كارلوس بيلاردو قد وقع على التو مع نادي إشبيليا، واقترح منجلا فكرة التعاقد مع النادي الإسباني. وبعد إحدى أكثر المفاوضات تعقيدا تم التوقيع مع مارادونا، وكان هناك طرف آخر ساند في إتمام هذه الصفقة وهو الفيفا. أرادوا تجهيز مارادونا لكأس العالم في أمريكا عام 94 لجعل البطولة أكثر جاذبية. مع قدوم الأرجنتيني باع النادي رقما قياسيا من التذاكر الموسمية، وشارك في أول مباراة له في أكتوبر عام 92. ظهر كرجل متغير حيث لم يخرج كثيرا وكان مستقرا. هكذا بدأ الأمر في البداية، ولكن ما زال مارادونا يعاني عدة إصابات مزعجة ولعب مع الكثير من المسكنات. ظهرت بعض الومضات من مارادونا الثمانينات حيث تألق في الفوز أمام نادي ريال مدريد.
ولكن جسد مارادونا لا يستطيع تحمل كل هذا المجهود بعد الآن بعمر 32 عاما ومع تاريخ دييغو مع المخدرات والكحول والسهرات. تراكم الأمر أخيرا حيث غاب عن العديد من الحصص التدريبية. ما حصل على أرض الواقع كان بعيدا جدا عن توقعات الإدارة والجماهير، وتدهورت علاقة دييغو مع الإدارة بعد أن سافر هو وزميله سيميوني إلى الأرجنتين لخوض بعض المباريات الودية مع المنتخب ضد رغبة النادي. منذ تلك اللحظة كانت دوافع مارادونا مخادعة حيث اعتذر عن بعض المباريات الرسمية. وبالنسبة لإشبيليا فقد تعرضوا لضربة مالية كبيرة وحاولوا تغيير شروط عقد مارادونا. وفي الجانب الآخر شعر مارادونا بانعدام الثقة، خاصة بعد أن أرسل النادي محققا لمتابعة حياة مارادونا الخاصة. وجاء المسمار الأخير في النعش في مباراة الفريق ضد بورغوس في يونيو عام 93. كان دييغو يعاني الآلام وتناول المسكنات بين الشوطين لإكمال الشوط الثاني، ولكن بيلاردو استبدله بعد 7 دقائق من بداية الشوط. رمى مارادونا شارة القيادة وأهان بيلاردو شفهيا، ثم دخل في شجار في منزل دييغو لاحقا. لقد انتهى الأمر بعد 30 مباراة و7 أهداف. فسخ إشبيليا عقد مارادونا وغادر دييغو الكرة الأوروبية ووزنه زائد 10 كيلوغرامات، ولا توجد بوادر واقعية لعودته إلى كرة القدم. اعتاد المنتخب الأرجنتيني أن يشارك في البطولات دون مارادونا في هذه الفترة، وفاز ببطولة الكوبا أمريكا عامي 91 و93 مع جيل جديد من النجوم. ولكن الفريق عانى في تصفيات كأس العالم. في سبتمبر عام 93 كان مارادونا في مدرجات ملعب المونيمنتال يشاهد مجزرة على أرضية الميدان، حيث سجل المنتخب الكولومبي خماسية نظيفة على أرض المنتخب الأرجنتيني. في هذه اللحظة بدأ المشجعون يهتفون باسم مارادونا طلبا لعودته. بعد أسبوع قبل دييغو عرض من نادي أولد بويز، وبعد ظهوره الأول تم استدعاؤه لأول مرة منذ 8 أشهر إلى المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراة حاسمة أمام المنتخب الأسترالي في الملحق المؤهل لكأس العالم. كان الفيفا وكبار الرعاة في حاجة ماسة إلى مارادونا، حيث أشارت دراسة إلى أن 90% من سكان الولايات المتحدة لم يكونوا على علم بإقامة كأس العالم في ديارهم، ولكن كانوا يعلمون من هو مارادونا. فازت الأرجنتين في مباراة الإياب وتأهلت إلى كأس العالم على حساب المنتخب الأسترالي. ولكن كانت هناك مشكلة، وجد مارادونا صعوبة كبيرة في التعافي من مبارياته، ولعب 5 مباريات رسمية فقط مع أولد بويز قبل أن يفسخ عقده بالتراضي في يناير عام 94. لكن مارادونا أراد المشاركة في كأس العالم بأي طريقة، واتصل بصديقه ومدربه الشخصي سينيوريني ومدرب كمال الأجسام دانييل تشيريني، وذهبوا إلى منطقة لابامبا بعيدا عن الصحافة والسهرات والمخدرات. بعد شهور قليلة خفض مارادونا وزنه بشكل ملحوظ وخاض بعض المباريات الودية مع المنتخب، وكان جاهزا للمباراة الافتتاحية أمام اليونان في بطولة كأس العالم. وظهر مارادونا برشاقة عالية وتمكن من تسجيل هدف جميل. ردة فعل مارادونا كانت بمثابة صرخة انتقام على كل من شك بقدراته، على كل من توقع أنه انتهى في هذه الرياضة. واجهت الأرجنتيني والمنتخب النيجيري وتمكنت من العودة بالنتيجة بعد تسجيل هدفين بمساعدة مارادونا. طلب من مارادونا إجراء اختبار المنشطات بعد المباراة، ولبى الطلب بكل سعادة وهدوء. ولكن كانت هذه اللحظة التي انتهى فيها كل شيء بالنسبة لمارادونا مجددا. عاد الاختبار إيجابيا مع وجود مادة محظورة اسمها الإفدرين، وهي مادة يمكنك شراؤها دون وصفة طبية في الولايات المتحدة وتساعد على تخفيض الوزن. لم يعلم مارادونا بوجود هذه المادة ضمن نظامه الغذائي الذي قدمه مدرب كمال الأجسام دانييل تشيريني.
بعد نقاشات طويلة قرر الفيفا سحب مارادونا من البطولة. And until the case is finally settled, Diego Maradona remains suspended from all footballing activity. وفي أغسطس من نفس العام وقفوا مارادونا من الأنشطة الرياضية لمدة 15 شهرا. في الوقت الحالي لا تعتبر اللافدرين مادة محظورة من قبل الفيفا، ولا تزال الأسئلة تطرح حول قرار الفيفا بعدم إجراء أي اختبار خلال مشاركة مارادونا في الملحق المؤهل لكأس العالم كانوا يريدونه في البطولة. لعب مارادونا 91 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 34 هدفا. مشاركته في كأس العالم كانت تعتبر الأخيرة دوليا كلاعب. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Nada más. Si yo llego a esta condición no llego, no necesito drogarme para jugar. Si yo entreno como entreno, ¿qué necesidad tengo de buscar una droga? Decime. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. عقوبة مارادونا أبعدته عن الملاعب حتى سبتمبر عام 95. وعلى الرغم من ذلك فإن مارادونا خاض تجربة التدريب خلال فترة العقوبة، ولكن كانت التجربة فاشلة. فبعد نتائج كارثية وخلافات إدارية ترك ناديين بعد شهور قليلة. قال مارادونا عن مهنة التدريب: لا أستطيع تعليم اللاعبين أمورا لا يستطيع القيام بها أي لاعب غيري. حصل مارادونا في هذه الفترة على جائزة الكرة الذهبية تقديرا لمسيرته الكروية. وفور انتهاء العقوبة عاد دييغو إلى الملاعب مع نادي بوكا جونيورز في سن 36. لا يزال مارادونا قادرا على تقديم بعض اللحظات المميزة، ولكن لياقته البدنية كانت محدودة وأدت بعض الإصابات إلى غيابه عن عدة مباريات. في شهر أغسطس عام 96 اختفى مارادونا عن الملاعب لمدة 11 شهرا، حيث عاد بشدة إلى إدمانه للمخدرات. في عام 97 عاد مارادونا للمرة الثالثة إلى البوكا، ولكن فشل خلال الموسم في اختبار المنشطات بعد تعاطيه للكوكايين، وأوقفه الاتحاد الأرجنتيني. بحلول يوم ميلاده 37 أعلن مارادونا أخيرا اعتزاله كرة القدم بعد 692 مباراة و352 هدفا و11 لقبا رسميا. لم يعد مارادونا لاعب كرة قدم بعد الآن. A todos ustedes, creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero La pelota no se mancha. ويبقى الآن السؤال مطروحا. على الرغم من مسيرته التاريخية ومكانته في ترتيب أساطير اللعبة، هل شاهدنا أفضل نسخة لمارادونا؟ Thank you.